الين ما سجل الاهلي الجول الثالث هذا فريق، وبعد كذا شفنا الوحده اللي تعودنا عليه في بدايه الموسم تحديدا. في البدايه طبعا حابب اشكر زمايلي على الموسم اللي قدموه، اشكرهم. خلاص احنا في نهايه الموسم طبيعي اللعبة تبقى مجهده، في ارهاق شويه، ولكن نزلنا الشوط الاول ما في كان عدم تركيز شويه الامور بالنسبه لنا، نزلنا الشوط الثاني كان في تركيز بعض الشيء افضل يعني، فقدمنا الشوط الثاني اللي زي ما انتم شفتوا يعني. عدم وجود الحافز اثر في هذه المباراه؟ اكيد اكيد، اللعيبه خلاص عملت اللي عليها السنه دي واللعيبه تعبانه، خلاص ما كانش في حافز اللي انت تلعب عليه، ولكن احنا بنلعب، احنا معانا كان 9 بوند بنلعب عليهم لنجيب اعلى ممكن في الموسم ده يتحسب للنادي الوحده، خاصه ان هو لسه طالع من الدرجه الثانيه، موسم شايفه كويس بالنسبه لنادي الوحده، ان شاء الله يعدوا نفسهم للمواسم اللي جايه باذن الله بشكل افضل. هم يعدوا نفسهم انت؟ عدي نفسي في الاسماعيلي ان شاء الله. خلاص يعني ما في استمرار، ما في نيل استمرار مثلا؟ لا والله لحد دلوقتي الموضوع خلاص، انا راجع النادي بتاعي بعد الماتشين، وان شاء الله تبقى في يعني عروض تبقى افضل ان شاء الله، لكن الحمد لله الواحد رضى عن نفسه اللي هو اللي قدمه مع النادي. خذ هذا السؤال، كيف تقيم تجربتك؟ اكيد الواحد الحمد لله راضي من جواه اللي هو قدمه مع زمايله السنه دي، عملنا يعني كان الطموح افضل من كده، ولكن اللي احنا وصلنا له برضه حاجه كويسه للنادي الوحده، خاصه اول موسم وفي فرق كبيره جدا موجوده معاه في الدوري السعودي، كان ممكن ننهي الموسم بشكل افضل، ولكن الحمد لله هي دي الكوره، يشوفوا الاخطاء اللي حصلت الموسم ده ويبداوا يصلحوها الموسم اللي جاي ان شاء الله، ويكون الامور افضل ان شاء الله. العروض اللي تنتظرها الافضل تتحدث عنها ممكن تكون من الدوري السعودي ولا من مكان ثاني؟ لسه لحد دلوقتي ما فيش حاجه من الدوري السعودي، ما حدش يتكلم معايا في الدوري السعودي، ولكن ان شاء الله تبقى حاجات كويسه ان شاء الله ليا تفيدني في المستقبل ان شاء الله. غيابك فترات عن المنتخب، انا اذا ما كان غلطان يعني كان في الفتره الاعلام كان يطالب بمحمد عواد في المنتخب المصري، هل هو هذا ساهم في قرارك انك تبي تترك الوحده مثلا؟ لا خالص، انا السنه دي ما فيش غير معسكر واحد بس اللي انا غبت عنه. تكلم عن الفتره لا انا بقالي دلوقتي سنتين موجود في المعسكرات بتاعه المنتخب بشكل مستمر، حتى في تصفيات كاس العالم، في المعسكر النهائي لكاس العالم كنت موجود، ما كانش ليا حظ ان انا ابقى موجود معاهم، ولكن شايف ان مش ده القرار يعني، ان شاء الله تبقى في حاجه افضل باذن الله وتفيدني وتفيد النادي بتاعي باذن الله. شكرا كابتن. شكرا.